عليكم أعزائي الطلبة ورحمة الله وبركاته، شوفكم مع طلاب وطالبات، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. طلابنا وطالباتنا الغاليين، نلتقي اليوم على الخير والبركة إن شاء الله في أولى محاضرات الفصل الأول من منهج كيمياء الصف السادس العلمي. طلابنا الغاليين، محاضراتنا اليوم إن شاء الله راح تكون قسمين. القسم الأول نتعرف على منهج كيمياء الصف السادس العلمي بشكل عام، والقسم الثاني نتعرف به على مقدمة للفصل الأول. يعني القسم الأول من المحاضرة راح نتعرف على منهج كيمياء الصف السادس العلمي، راح نتعرف ونتعلم أنه المنهج يتكون من كم فصل، كل فصل إيش قد عدد محاضراته، كل فصل إيش قد عليه بالامتحان الوزاري، كل فصل إيش قد يأخذ من يمنا مدة زمنية، ونتكلم أيضا على الأساسيات اللي نحتاجها بالمنهج، ونتكلم على طريقة دراسة الأساسيات وتفاصيل الأساسيات، كلها نتكلم عليها بالقسم الأول من المحاضرة. والقسم الثاني من المحاضرة إن شاء الله راح نأخذ مقدمة على الفصل الأول اللي هو الثرموداينامك. نبتدأ على بركة الله تعالى بمحاضرتنا لهذا اليوم، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الغالي، قبل لا نبلش وقبل لا نتكلم على أي شيء خاص كيمياء الصف السادس علمي، لازم تعرفون أنه إحنا راح نعتمد على ملزمة كيمياء الصف السادس علمي، واللي هي الملزمة اللي ظاهرة حاليا خلفي. طلابنا الغالي، عيني أنا طبعا موضح لكم أنه إحنا عندنا خمس ملازم نعتمد عليها بمنهج الصف السادس علمي. خمس ملازم. الملزمة الأولى هي الملزمة العامة، واللي هي الملزمة اللي خلفي، اللي تحتوي على أسئلة وأمثلة وأسئلة الفصول مع الكتاب، أمثلة الكتاب، كلاميات الكتاب، يعني هاي الملزمة شكو شيء بالكتاب موجود بهاي الملزمة. والملزمة الثانية هي ملزمة الواجبات، والملزمة الأخرى هي ملزمة الوزاريات، وملزمة الكلاميات، وملزمة المراجعة المركزة. هذه خمس ملازم. بالوقت الحالي حاليا احنا بالبداية، بداية السادس علمي، شنو اللي نحتاجه؟ لازم تكون عندك الملزمتين، الملزمة العامة وملزمة الواجبات، اللي هي الملزمة الذهبية في الأسئلة الإثرائية. عندنا ملزمتين، هذه الملزمة العامة وملزمة الواجبات. ملزمة الواجبات بشنو تفيدنا؟ تفيدنا انه احنا كل موضوع نكمله نروح ناخذ أسئلة إثرائية عليه. استاذ انا احتاج أسئلة إثرائية ادرس، واحتاج ادرس أسئلة خارجية؟ الجواب نعم نحتاج. وفد شوية اوضح لك شلون تجي الاسئلة بالامتحان الوزاري، وش قد نسبة الاسئلة الخارجية اللي تجي بالامتحان الوزاري. لذلك طلابنا الغالين، مبدئيا واول شيء بداية السادس علمي، انت تعرف كل ملزمة وإلها وقتها المناسب اللي انا اقول لك اخذ بيه الملزمة. بالوقت الحالي لازم تكون عندك ملزمتين، اللي هي الملزمة العامة وملزمة الواجبات. لما نكمل ان شاء الله الفصل الاول تاخذ ملزمة الوزاريات على مود نقرأ ونتعرف على الأسئلة الوزارية وكل فنحلها ونشرحها بالتفصيل. فمبدئيا قبل لا نبلش بالشرح، لازم تكون انت عندك هذه الملزمتين، الملزمة العامة وملزمة الواجبات، وهذه الملازم هي من اصدار مكتب الطابعي. والملزمة مش قد ما اقول لكم ملزمة احترافية من ناحية العلمية، من ناحية التصميم، من ناحية الالوان، من ناحية الطباعة، فش ما احكي هو قليل بحق الملزمة. ما ابالغ اذا اقول انه الملزمة راح تكون هي كنز بايدك، وهذه الملزمة توصلك إلى الدرجة الكاملة بالامتحان الوزاري. مثل ما بالسنوات السابقة بيوم إعلان النتائج احنا ننشر آلاف ومئات الرسائل اللي كلها درجات كاملة ودرجات عالية اللي توصلنا من قبل الطلاب بيوم الامتحان الوزاري. وعلى مود نتعرف على الملزمة بشكل أكثر، تابعوا وياي هذا الفيديو. بعد التوكل على الله، قام الأستاذ القدير الأستاذ حسين حمزة والحاصل على شهادة دولية في طرق تدريس مادة الكيمياء، والناشر للعديد من البحوث والتجارب الكيميائية في المجلات العالمية، بإعداد ملزمة الكيمياء للصف السادس العلمي الجزء الأول، والتي تضمنت شرحا مفصلا للمادة، ما أهمية وضح ذلك، مخططات مهمة، حل تمارين وأسئلة الكتاب، والتي قام بإخراجها فنياً وبشكل احترافي مكتب الطابعة العريق. شكراً لكم. طلابنا الغالي، بعد ما تكلمنا على الملزمة ننتقل الآن نتكلم على منهج كيمياء الصف السادس علمي بشكل عام. نسولف اليوم على المنهج، شنو فصول المنهج وشنو تفاصيل المنهج. أحبابي عيني، منهج كيمياء الصف السادس العلمي، منهجنا يتكون من 8 أفصل. كم فصل؟ منهجنا يتكون من 8 أفصل. الفصل الأول يا طلاب وطالبات اسمه علم الثرموداينامك. هذا الفصل عليه بالامتحان الوزاري من 20 إلى 25 درجة بالامتحان الوزاري. هذا الفصل الأول. طبعا احنا عندنا أول 3 فصول هي الفصول الأطول، يعني شوف الفصل الأول والثاني والثالث 25 23 25، يعني شيء على شيء تقريبا أول 3 فصول تجمع لنا من 70 إلى 75 درجة. فالثقل والصعوبة كل توائر بأول 3 فصول.
بعد ما نكمل أول 3 فصول تبدي الفصول المادة تصير أسهل وتبدي المادة تصير أقل. لذلك الوقت الأكثر اللي راح يتم استغراقه من يمنه هو بأول 3 فصول. باعوا وياي. الفصل الأول اللي هو علم الثرموديناميك. الفصل الأول إيش قد يجي بالامتحان الوزاري؟ يجي من 20 إلى 25 درجة بالامتحان الوزاري. يعني خلينا نقول أقل سنة إجى عليه بالوزاري 20 وأكثر سنة إجى عليه بالوزاري 25. أكو بعض السنوات يجي 22 23، هذا شيء طبيعي. واضح الكلام؟ إيش قد عدد المحاضرات؟ عدد المحاضرات اللي راح يستغرقها الفصل مالتنا هو 18 محاضرة. الفصل الثاني عنوانه الاتزان الكيميائي. الحصة ما تجد بالامتحان الوزاري من 20 إلى 23 وراح يكون بواقع 19 محاضرة. بعد يجينا الفصل الثالث وهو الاتزان الأيوني. الاتزان الأيوني يعني من 22 إلى 25 درجة، هذه الحدود مادة سنة واحدة فقط بالامتحان الوزاري اجعلها 28 درجة على الفصل الثالث سنة واحدة، لكن نحكي أغلب السنوات هذا الرنج ماله. عدد محاضراته يكون هو بواقع 17 محاضرة. بعد الفصل الرابع واللي هو عنوان الكيمياء الكهربائية، وهذا الفصل اللي هو الفصل الرابع فصل ممتع جدا. ليش؟ لأن يدرس البطاريات، البطاريات بكل أنواعها، بطارية السيارة وبطارية الريموت وبطارية الساعة، كل البطاريات يدرسها الفصل الرابع. الفصل الرابع الحصة مالته بالامتحان الوزاري من 17 إلى 20 درجة ويكون بواقع 12 محاضرة. بعد الفصل الخامس، الفصل الخامس فصل قصير وسهل جدا، الحصة مالته من 15 إلى 18 درجة ويكون بواقع 6 محاضرات فقط. بعد الفصل الخامس الفصل السادس اللي هو الكيمياء التحليلية اللي هو من 20 إلى 22 درجة ويكون بواقع 7 محاضرات. بعد يجينا الفصل السابع اللي هو الكيمياء العضوية، حصته بالوزارة من 12 إلى 16 درجة ويكون بواقع 8 محاضرات. وآخر فصل عندنا هو الفصل الثامن الكيمياء الحياتية، فصل يتكون من 3 أوراق كلامية فقط فيكون محاضرة واحدة فقط. باوع الفصل الثامن محاضرة واحدة ويكون عليه من 5 إلى 8 درجات. طلابنا الغالي، شوف مجموع الدرجات اللي تجيك بالامتحان الوزاري خلينا نقول هي من 130 إلى 140 درجة. شوف هسه طالب يقول استاذ انا امتحن من 100، شو تجيني 140؟ مو انا اقول لك، شوف انت عندك ترك سؤال هاي 20 درجة وعندك ترك ضمني هذا ايضا درجات. يعني انت شوف الامتحان مالك من 100، ايش قد عندك ترك؟ عندك ترك 30 درجة وعندك ترك 40 درجة، لان تجيك الاسئلة 6 أسئلة اجب عن 5، لكل سؤال 20 درجة. الان انت عندك 5 أسئلة على 20 هاي 100 درجة وعندك ترك سؤال، فاحنا لما نقول 132 هاي مع الترك، عندك ترك سؤال وعندك ترك ضمني تصفى 100 درجة. عدد المحاضرات مال المنهج بشكل عام راح تصير من 88 محاضرة خلينا نقول الى 90 محاضرة بهالحدود، هذا عدد المحاضرات مال المنهج. طلابنا الغاليين، من اكثر الاسئله اللي تجي ببال الطالب حاليا انه استاذ اني اكو داعي ادرس اسئله اثرائيه واسئله خارجيه لو ادرس فقط كتاب. طلابنا الغاليين تعالوا وياي دقيقه، تعال باو، انت لازم تتعرف على فد شغله وتعرفها اللي هي شوف الاسئله الوزاريه. الاسئله الوزاريه ايش بيها الاسئله الوزاريه؟ الاسئله بالامتحان الوزاري، شوف الاسئله الوزاريه تجيك بثلاث انواع. الأسئلة الوزارية، اليوم احنا جاي نمتحن كيمياء، اجتني ورقة الأسئلة. ورقة الأسئلة راح يكون موجود بيها 3 أنواع من الأسئلة. شلون؟ النوع الأول هو الأسئلة المنهجية، يعني النوع الأول هي الأسئلة المنهج نسميه منهجي، والنوع الثاني هو الإثرائي، والنوع الثالث هو الخارجي. شوف اليوم احنا لما تجيك ورقة الأسئلة بيها 3 أنواع، اكو أسئلة تكون منهجية اللي هي أسئلة المنهج نصاً، وأكو أسئلة إثرائية وأكو أسئلة خارجية. ليش أستاذ هو مو الإثرائي نفس الخارجي؟ لا، الإثرائي مو نفس الخارجي، أكو اختلافات. شوف أول شيء أسئلة المنهج تجيك بنسبة 65% أسئلة المنهج، الأسئلة الإثرائية تجيك بمقدار 25%، وعندك الأسئلة الخارجية تجيك بمقدار 10%. شوف أسئلة المنهج اللي هي 65% هذا سؤال المنهج نصاً، هذا شنو؟ سؤال المنهج نصاً، فهذا سؤال منهجي. يعني اليوم أنت إذا قاري فقط منهج إيش قلت تطلع؟ تطلع 65. الأسئلة الإثرائية تجيك بنسبة 25%. شنو السؤال الإثرائي؟ السؤال الإثرائي هو سؤال الكتاب بتغيير بسيط، يعني مثلاً تغيير أرقام، تغيير معلوم ومجهول، عرفت شلون؟ فهذا شنو؟ سؤال الكتاب بتغيير بسيط، إيش يعتبر؟ يعتبر سؤال إثرائي. والأسئلة الخارجية نسبتها 10%، الأسئلة الخارجية يعني فكرة خارجية ما موجودة بالمنهج.
يعني الآن الصورة واضحة قدامك. إذا تدرس فقط منهج درجته 65، منهج وإثرائي يعني أسئلة الكتاب شوية بيها تغيير، 65 و25 جد هاي 90، تطلع 90%. وإذا درست فيها أسئلة خارجية بأفكار خارجية شوية، أفكار مهمة أفكار مختلفة، تطلع 100%. لذلك الآن إحنا عندنا ملزمة الواجبات. شوف ملزمة الواجبات الجزء الأول اللي هي الواجبات مع الأول 4 فصول، عدد الأسئلة بها يتجاوز 200 سؤال إثرائي وخارجي. شوف كمية الأسئلة. لذلك لما نكون مكملين المنهج وحالين كل الأسئلة الإثرائية والخارجية والوزارية، تروح أنت مغمض تطلع 100%. فالجواب على السؤال الطالب استاذ يحتاج أني أدرس إثرائيات لو لا، الجواب نعم، أنت تحتاج تدرس إثرائيات وتدرس أسئلة خارجية، وهذا الشيء كله تلقاه ملزمة الواجبات. الأمر الآخر اللي يتساءل عليه الطالب، استاذ يحتاج أدرس أساسيات لو لا، الجواب نعم نحتاج أساسيات. لكن شلون راح ندرس الأساسيات؟ راح ندرس الأساسيات مال كل موضوع بموضوعه وكل فصل بفصله. يعني أنا مو أجي أسوي له 5 محاضرات أساسية أشرح لك الآن أساسيات تحتاجهم ورا 8 أشهر بالفصل السادس. أنت ورا 8 أشهر إيش تتذكر من الأساسيات؟ باوع اليوم أنا إذا أشرح لك أساسيات راح أشرح لك أساسيات مال منهج كليتها. هاي الأساسيات أكو أساسيات أشرحها لك تحتاجها ورا 4 أشهر ورا 5 أشهر راح تكون ناسيها وراح نعيدها مرة ثانية. فلذلك الطريقة الصحيحة بشرح الأساسيات يكون مال كل موضوع بموضوعه ومال كل فصل بفصله. عرفت؟ يعني الآن أنا من محاضرة اليوم أبلش بالثيرموديناميك الفصل الأول، والأساسيات تكون مال كل موضوع ضمن موضوعه. واضح الكلام؟ الآن طلبنا الغانيين تكلمنا عن منهج كيمياء الصف السادس علمي بشكل عام. الآن لما ننتقل إلى الفصل الأول اللي هو علم الثيرموديناميك. الآن هنا عندنا الفصول مالتنا، باوع هذا الفصول الفصل الأول اللي هو علم الثيرموديناميك. الآن راح ننتقل إلى علم الثيرموديناميك، نتعلم شنو الثيرموديناميك وشنو معنى هاي الكلمة وشلون صارت هاي الكلمة وشنو معنى الثيرموديناميك. هذه التفاصيل كلها راح نجي نوضحها ونشرحها بشكل تام، فخليك تتابع مركز وياي. طلابنا عين انتبه وياي، الفصل الأول اللي هو علم الثيرموديناميك، الفصل الأول وهو علم الثيرموديناميك، أريد الانتباه والتركيز وياي كل زين. مبدئيا طلابنا عيني أريدك تفهم وياي ما هو معنى كلمة ثيرموديناميك. كلمة ثيرموديناميك هي كلمة إنجليزية، انتبه عندك كلمة ثيرموديناميك هي كلمة إنجليزية ثيرموديناميك. شوف كلمة ثيرمو هي مختصر لكلمة ثيرمال، ثيرمو مختصر لكلمة ثيرمال وتعني حراري، تعني حراري أو حرارة. وعندك كلمة دايناميك ومعناها حركي، معناها شنو معناها؟ معناها حركي. يعني شنو معنى كلمة ثيرموديناميك؟ معنى كلمة ثيرموديناميك هي الحركة المتولدة بواسطة الحرارة. انتبه شنو معنى كلمة ثيرموديناميك؟ الآن أنا جاي أشرح شرح خارجي ما موجود بالكتاب، لكن نعتبره كتمهيد أو دخول للفصل الأول. الفكرة الأساسية هي مو تعال أحفظ تعريف، حفظ أقرأ الجريدة وفي مال، لا الفكرة لازم نفهم فهم بحيث ينطبع الضالة منا للامتحان الوزاري. أريد الانتباه، ما هو معنى كلمة ثيرموديناميك؟ كلمة ثيرمو هي مختصر لكلمة ثيرمال وتعني حراري، وكلمة دايناميك معناها حركي. إذا شنو معنى ثيرموديناميك؟ معنى كلمة ثيرموديناميك معناته الحركة المتولدة بواسطة الحرارة. زين هاي الحرارة منين جاية؟ هاي الحرارة، هاي الحرارة الناتجة من احتراق الوقود. شوف هذا شنو قلنا؟ قلنا حرارة. هاي الحرارة منين جاية؟ هاي الحرارة، هذه الحرارة هي الحرارة، هي الحرارة الناتجة، الحرارة الناتجة من احتراق، الحرارة الناتجة من احتراق الوقود. هذه شنو؟ هذه الحرارة الناتجة من احتراق الوقود. إذن اليوم احنا علم الثيرموديناميك شنو هذا العلم؟ هذا العلم يعلمنا انه الوقود لما يحترق راح يبعث حرارة، هاي الحرارة راح نستفاد منها في توليد حركة. شلون يعني استاذ؟ ابسط لك الموضوع. شوف اليوم عندنا السيارات، هاي السياره شلون تشتغل؟ السياره هذه السياره اليه شغلها واليه عملها انه السياره احنا نعرف كل زين انه السياره بدون بنزين ما تمشي. هذا البنزين اللي هو وقود لما يجي بالسياره شو يسوي؟ هذا البنزين داخل السياره تصير له عمليه احتراق، لما يحترق راح يبعث حراره، هاي الحراره راح تشغل المحرك، لما اشتغل المحرك صارت تتحرك السياره.
إذا معناته تحولت الطاقة الحرارية الناتجة من احتراق الوقود إلى طاقة حركية. أعيد الكلام أستاذ، الموضوع صار هوسة علي، راح أعيده كليته إليك، انتبهوا ركز وياي. علم الثرموداينامك، كلمة ثرمو هي مختصر لكلمة ثيرمال وتعني حراري، وكلمة دايناميك تعني حركي. شنو معناها إذن؟ معناها الحركة المتولدة من الحرارة، معناته الحركة الناتجة من الحرارة. هاي الحرارة منين جاية؟ هاي الحرارة، الحرارة الناتجة من احتراق الوقود. يعني هذا الوقود لما يحترق راح يبعث حرارة، هاي الحرارة راح تشغل محركات فتتولد عندنا حركة. تعال أبسط لك الموضوع أكثر. طلابنا الغالي تعال بوع وياي هذه السيارة، خلينا نتسائل فت سؤال، هذه السيارة شلون تشتغل؟ هذه السيارة شلون تعمل؟ احنا كليتنا نصعد السيارات يوميا، لكن لازم احنا نفكر بهاي السيارة شلون تشتغل وشلون تعمل. كليتنا نعرف انه السيارة بدون بنزين ما تشتغل. شنو علاقة البنزين اللي هو الوقود بعمل السيارة؟ شنو الفكرة أو شنو الربط بين الوقود وبين عمل السيارة؟ أنا أقول لك، شوفوا عين طلابنا الغالي، الآن هذه السيارة إحنا لما نجي الآن نفول السيارة بالبنزين، فولنا السيارة بالبنزين، هنا عندنا صار وقود، هنا عندنا وقود، الآن وقود وخزان الوقود موجود عندنا هنا، هنا الوقود وخزان الوقود يصير بالخلف لي ورا، المحرك اللي شغل السيارة يكون مكانه هنا، هنا عندنا المحرك. شنو علاقة الوقود بعمل المحرك؟ أنا أقول لك، شوف هذا الوقود وين راح يجي؟ راح يجي إلى مكان، إلى مكان هنا يصير هنا مكان، هذا المكان شنو اسمه؟ اسمه غرفة الاحتراق، هذا المكان اسمه غرفة الاحتراق، انتبه اسمه غرفة الاحتراق. هذا الآن الوقود وين اجى؟ اجى إلى غرفة الاحتراق. هذا الآن لما اجى إلى غرفة الاحتراق طبعا بمقادير مسيطر عليها. شوف لما احنا نشغل السيارة دائما نشوف الساق يخلي سويتش ويحرك، لما يحرك السويتش شو يصير؟ تصير جدحة كهربائية. ليش؟ لأنه هنا موجود باتري، هنا فوق المحرك، هنا هذا عندك محرك، فوق المحرك ايش موجود؟ موجود هنا في الجزء يسمونه الباتري اللي بيه قطب موجب وقطب سالب. هذا الآن هنا لما احنا السائق يجي يشغل يفر السويتش شو يصير؟ تصير جدحة كهربائية نتيجة وجود الأقطاب الموجبة والسالبة. لما صارت جدحة كهربائية صار هنا احتراق، موجود عندك وقود وهنا صارت جدحة كهربائية، بدأ الوقود يحترق، لكن كلها بمقادير مسيطر عليها. لما هذا الوقود قام يحترق هنا صار يبعث حرارة، صار يبعث حرارة، صار يبعث كميات هائلة من الحرارة. هاي الحرارة خلت المحرك يشتغل، لما المحرك يشتغل قامت السيارة الآن تمشي. إذا شنو نستنتج؟ نستنتج أنه الطاقة الحرارية الناتجة من احتراق الوقود تحولت إلى طاقة حركية استثمرت في عمل المحركات. هذه العملية سميت بعلم الثرموداينامك، وكلامي كليته الآن هو خارج المنهج، نريد نفهم شنو الثرموداينامك. معنى كلمة ثرموداينامك هو تحويل الطاقة الناتجة من احتراق الوقود إلى أنواع أخرى من الطاقات مثل الطاقة الميكانيكية للاستفادة منها في عمل المحركات. هذه الآن الطاقة الحركية نسميها بالطاقة الميكانيكية. الآن هنا عندنا وقود، الوقود الطاقة مالته شنو الطاقة مالته؟ هي طاقة كامنة. يعني اليوم احنا لما نشوف وقود اوكي هو عبارة عن بنزين، ايش موجود بيه؟ موجودة بيه طاقة كامنة، هاي الطاقة الكامنة تتحرر بالاحتراق. لما نجيب بنزين شوي نحرقه تقب النار مالته وتقب الحرارة مالته، اذا موجودة طاقة كامنة، طاقة مخزونة تتحرر شوكت بالاحتراق. هذه الطاقة الكامنة تحولت الى طاقة حركية. هذا الوقود هذا الان الوقود شنو الطاقة مالته؟ هي طاقة كامنة. هذه الآن الوقود الطاقة مالته هي طاقة كامنة. لما اشتغل المحرك الطاقة مالته هي طاقة حركية، واللي احنا نسميها بالطاقة الميكانيكية. يعني لما تسمع طاقة ميكانيكية يعني الطاقة الحركية للمحركات. إذا معنى الثرموداينامك، كان الآن كل هذا الشرح بس على مود أوضح لك معنى كلمة ثرموداينامك. شنو معنى كلمة ثرموداينامك؟ هو تحويل الطاقة الحرارية الناتجة من احتراق الوقود إلى طاقة ميكانيكية يستفاد منها في عمل المحركات. ولذلك إذا لما الآن نجي إلى تعريف علم الثرموداينامك، تعال وياي نعرف علم الثرموداينامك. ما هو معنى علم الثرموداينامك؟
انتبه وياي، علم الثرموداينامك شو نقول عليه؟ نقول عليه وهو العلم، وهو العلم الذي، وهو العلم الذي يهتم بدراسة الطاقة وتحولاتها. انتباهك وياي، علم الثرموداينامك شنو؟ وهو العلم الذي يهتم بدراسة الطاقة وتحولاتها. ليش؟ لأنه هو هذا العلم صار بيه تحول للطاقة، طاقة حرارية ناتجة من احتراق الوقود تحولت إلى طاقة حركية شغلت المحرك. إذا صار تحول للطاقة. فعلم الثرموداينامك هو شبيء، وهو العلم الذي يهتم بدراسة الطاقة، لأن جاي يدرس الطاقة الناتجة من احتراق الوقود، فهو جاي يدرس الطاقة. إذا وهو العلم الذي يهتم بدراسة الطاقة وتحولاتها. شنو الهدف من يمه هذا الآن علم الثرموداينامك؟ هذا علم الثرموداينامك شنو الهدف من يمه؟ ويهدف إلى تحويل أكبر قدر ممكن من الطاقة الحرارية الناتجة من احتراق الوقود إلى أنواع أخرى من الطاقات للاستفادة منها في حمل المحركات. تعال بقى وياي، علم الثرموداينامك وهو العلم الذي يهتم بدراسة الطاقة وتحولاتها. شنو الهدف ماله؟ ويهدف إلى تحويل أكبر قدر ممكن، ويهدف إلى تحويل أكبر قدر ممكن، ويهدف إلى تحويل أكبر قدر ممكن من الطاقة الحرارية الناتجة من احتراق الوقود، الناتجة من احتراق الوقود المن يحولها إلى أنواع أخرى من الطاقات، إلى أنواع أخرى من الطاقات مثل الطاقة الميكانيكية للاستفادة منها. شوف يعني للاستفادة منها في عمل المحركات. طلابنا عيني انتبهوا وياي، ما هو معنى علم الثرموداينامك؟ علم الثرموداينامك وهو العلم الذي يهتم بدراسة الطاقة وتحولاتها. شنو الهدف من يمه؟ ويهدف إلى تحويل أكبر قدر ممكن من الطاقة الحرارية الناتجة من احتراق الوقود المن يحولها إلى أنواع أخرى من الطاقات مثل الطاقة الميكانيكية للاستفادة منها في عمل المحركات. واضح؟ الآن هنا لما شرحنا علم الثرموداينامك سوى، علم الثرموداينامك حول الطاقة الحرارية الناتجة من احتراق الوقود إلى أنواع أخرى من الطاقات مثل الطاقة الميكانيكية للاستفادة منها في عمل المحركات. تعال عيني عيد وياي، ما هو علم الثرموداينامك؟ علم الثرموداينامك يا طلابنا الغالين وهو العلم الذي يهتم بدراسة الطاقة وتحولاتها، ويهدف إلى تحويل أكبر قدر ممكن من الطاقة الحرارية الناتجة من احتراق الوقود إلى أنواع أخرى من الطاقات مثل الطاقة الميكانيكية للاستفادة منها في عمل المحركات. نعيد، احفظ وياي الآن، أريدك تطلع من المحاضرة حافظ وفاهم وضابط المحاضرة 100%. نعيد، علم الثرموداينامك شنو علم الثرموداينامك؟ وهو العلم الذي يهتم بدراسة الطاقة وتحولاتها، ويهدف إلى تحويل أكبر قدر ممكن من الطاقة الحرارية الناتجة من احتراق الوقود المن إلى أنواع أخرى من الطاقات مثل الطاقة الميكانيكية. شنو نستفاد منها؟ للاستفادة منها في عمل المحركات. واضح الكلام؟ تعالوا وياي، هذا تعريف علم الثرموداينامك. الآن نأخذ في السؤال من الأسئلة المهمة جدا. شوفوا ياي الآن هذا السؤال، سؤال شي يقول، والسؤال مالتنا طبعا هو وزاري لثلاثة سنوات. الآن عندنا سؤال، هذا السؤال هو وزاري ثلاث سنوات. شي يقول الآن السؤال مالتنا؟ يقول السؤال هنا، ما هي الظواهر التي يفسرها علم الثرموداينامك؟ سؤالنا يقول ما هي الظواهر التي يفسرها علم الثرموداينامك؟ والسؤال أيضا اجى بالامتحان الوزاري بصيغة ثانية. ايش قال؟ قال يفسر علم الثرموداينامك العديد من الظواهر. عددها. السؤالين هما نفس الجواب، سواء يقول لي ما هي الظواهر التي يفسرها علم الثرموداينامك، أو يقول لي يفسر علم الثرموداينامك العديد من الظواهر، عددها. انتبه وياي، هذا السؤال شنو معناه؟ الآن أنا لما راح أشرح لك الظواهر، أنت ما راح تفهمها 100%. هذا الآن معناته هذا الفصل إيش راح يدرس؟ الآن هنا علم الثرموداينامك راح يدرس أربع محاور أساسية. راح يدرس فلان 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 فلان، يعني خلينا نقول إحنا بعد ما نكمل الفصل، شنو اللي راح نكون مفتهمينه؟ بعد ما نكمل الفصل الأول شنو اللي راح يكون معلمة إلا الثرموداينامك؟
عرفت شلون؟ مرات احنا مثلا شو بالكتاب شو يقول لك؟ يقول لك مثلا بعد الانتهاء من هذا الفصل يكون الطالب يتعرف على ما يلي، يعني بعد ما تكمل الثرموداينامك يكون شنو اللي متعلم الطالب؟ عرفت؟ اليوم احنا جاي نسولف على مقدمة للفصل الأول، فمن ضمن المقدمة راح نسولف انه يابا الثرموداينامك راح يعلمك فلان 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 فلان، أربع نقاط، واضح؟ تعال وياي الآن نتعلم علم الثرموداينامك الآن شنو راح يفهمنا وشنو راح يعلمنا. شوف، أول شيء يعلم أن علم الثرموداينامك هو سبب حدوث التفاعلات، سبب حدوث التفاعلات الكيميائية، سبب حدوث التفاعلات الكيميائية. يعني علم الثرموداينامك راح يعلمك ليش يحدث التفاعل الكيميائي. اليوم احنا هذا البنزين لما يحترق، شوف البنزين لما يحترق ويبعث حرارة، الاحتراق تفاعل، فعلم الثرموداينامك راح يعلمك هذا التفاعل شلون يحدث، سبب حدوث التفاعلات الكيميائية. بعد النقطة الثانية ايش راح يعلمنا الثرموداينامك؟ راح يعلمنا التنبؤ بالتغيرات الفيزيائية والكيميائية لمادة واحدة أو أكثر عند ظروف معينة. إذن ما هي المواضيع اللي راح يعلمها إن علم الثرموداينامك؟ راح يعلمنا أولاً سبب حدوث التفاعلات الكيميائية، ثانياً التنبؤ بالتغيرات الفيزيائية والكيميائية لمادة واحدة أو أكثر عند ظروف معينة، ثلاثة حدوث بعض التفاعلات بشكل تلقائي وأخرى لا تحصل بشكل تلقائي عند نفس الظروف. تعال انتبه وياي، علم الثرموداينامك ايضا راح ناخذ فد موضوع ضمن الفصل الاول اسمه علاقه كيبس. بموضوع علاقه كيبس راح نعرف التفاعل يحدث تلقائي او لا يحدث تلقائي. النقطه الاخيره واللي هي النقطه الرابعه اللي يعلمها ان علم الثرموداينامك هي سبب حدوث الطاقة المصاحبة للتفاعلات الكيميائية سواء في التفاعلات نفسها أو في الوسط المحيط بها. انتبه وياي النقطة الآن هذه مالتنا. طبعا شوف، هي كل نقطة هاي موضوع بحد ذاته، يعني الآن هذا عندك هاي النقطة اللي هي سبب حدوث الطاقة المصاحبة للتفاعلات الكيميائية سواء في التفاعلات نفسها أو في الوسط المحيط بها، هذا موضوع كامل اسمه التفاعلات الباعثة للحرارة والتفاعلات الماسة للحرارة. بالتفاعلات الماسة للحرارة التفاعل يمتص حرارة، فتكون الحرارة أو تكون الطاقة داخل التفاعل، فتكون وين الطاقة؟ بالتفاعلات نفسها، أو يكون تفاعل باعث للحرارة يبعث طاقة للوسط المحيط بها. فهذا الموضوع هو على مود نفتهمه، على مود نفهم هاي النقطة الرابعة كلها نفهمها بالتفصيل في موضوع اسمه التفاعلات الماسة للحرارة والتفاعلات الباعثة للحرارة. لكن الآن قلت لك هذا الآن معناه الظواهر معناه المواضيع الأساسية اللي راح ندرسها بالفصل، أو أنه لما نحن نكمل الفصل شنو اللي راح نفتهمه، شنو راح يعلمه أن الثرموداينامك. علم الثرموداينامك راح يفهمنا ويوضح لنا ما يلي: أولا سبب حدوث التفاعلات الكيميائية، اثنين التنبؤ بحدوث التغيرات الفيزيائية والكيميائية لمادة واحدة أو أكثر عند ظروف معينة، ثلاثة حدوث بعض التفاعلات بشكل تلقائي وأخرى لا تحصل بشكل تلقائي عند نفس الظروف، أربعة سبب حدوث الطاقة المصاحبة للتفاعلات الكيميائية سواء في التفاعلات نفسها أو في الوسط المحيط بها. طلابنا الغالي، شلون تحفظ هذه النقاط؟ أعطيك في الطريقة. شوف، دائما احنا مرات نشوف طالب مثلا بالامتحان نسى السؤال، اجا مثلا ما هي الظواهر التي يفسرها علم الثرموداينامك، نسى الجواب. اذا يتذكر رؤوس الاقلام يقدر يكمل الجواب كامل. فانت شو تسوي؟ احفظ رؤوس الاقلام بالبدايه، بعدين تقدر تكمل الجواب كامل. شلون؟ احفظ لهن اربع نقاط، النقطه الاولى سبب حدوث، والنقطه الاخيره سبب حدوث، تنبؤ حدوث. اريدك تحفظ اربع كلمات، احفظ لانه النقطه الاولى والنقطه الاخيره سبب حدوث تنبؤ حدوث.
يعني الآن عندي ما هي الظواهر التي يفسرها علم الثرموداينامكس؟ شو أتذكر؟ أتذكر سبب حدوث، سبب حدوث تنبؤ حدوث. سبب حدوث شنو؟ سبب حدوث التفاعلات الكيميائية. سبب حدوث الطاقة المصاحبة للتفاعلات الكيميائية. أنت شو تقول؟ كل النقطة الأولى والرابعة مرتبطات واحدة بالأخ. شلون؟ سبب حدوث التفاعلات الكيميائية، التفاعلات الكيميائية أكو بيها طاقة. إذا راح يوضح لي سبب حدوث الطاقة المصاحبة للتفاعلات الكيميائية سواء في التفاعلات نفسها أو في الوسط المحيط بها، تنبؤ حدوث. تنبؤ بشنو تنبؤ؟ تنبؤ بحصول التغيرات الفيزيائية والكيميائية لمادة واحدة أو أكثر. شلون يعني تنبؤ؟ مثلا عندك الآن قطعة ماء ثلج، قطعة ماء ثلج الآن بالحالة الصلبة، هذه قطعة الثلج راح أنا أخذها بالشارع وأمشي نص ساعة مثلا الظهر بالحر، برأيك هاي قطعة الثلج راح تبقى كما هي لو تتغير؟ تتغير. شو تصير؟ تصير سائل. إذا الآن أنت تنبأت، شوف انت الان العمليه ما شفتني انا سويتها قدامك، اخذت قطعه ثلج ورحت مشيت، لكن انت تخيلت العمليه وتنبأت بالتغير، قلت انه قطعه الثلج راح تتغير. فاذا التنبؤ بشنو تنبؤ؟ اتذكر قطعه الثلج، التنبؤ بحدوث التغيرات الفيزيائيه والكيميائيه لماده واحده او اكثر عند ظروف معينه. النقطه الاخرى هي حدوث بعض التفاعلات بشكل تلقائي واخرى لا تحصل بشكل تلقائي عند نفس الظروف. اذا الان نعيد، ما هي الظواهر التي يفسرها علم الثرموداينامك؟ اولا سبب حدوث التفاعلات الكيميائيه، اثنين التنبؤ بحدوث التغيرات الفيزيائيه والكيميائيه لماده واحده او اكثر عند ظروف معينه، ثلاثه حدوث بعض التفاعلات بشكل تلقائي واخرى لا تحصل بشكل تلقائي عند نفس الظروف، اربعه سبب حدوث الطاقه المصاحبه للتفاعلات الكيميائيه سواء في التفاعلات نفسها او في الوسط المحيط بها. او اذا تريد تقول، تقول سبب حدوث، سبب حدوث تنبؤ حدوث، سبب حدوث شنو؟ التفاعلات الكيميائيه، التفاعلات بها طاقه. اذا سبب حدوث الطاقه المصاحبه للتفاعلات الكيميائيه سواء في التفاعلات نفسها او في الوسط المحيط بها، تنبؤ بشنو راح تنبأ؟ ذكر قطعه الثلج، يعني اتنبأ بالتغيرات، التنبؤ بحدوث التغيرات الفيزيائيه والكيميائيه لماده واحده او اكثر عند ظروف معينه. عندك ايضا شنو؟ حدوث بعض التفاعلات بشكل تلقائي واخرى لا تحصل بشكل تلقائي عند نفس الظروف. طلابنا الغاليين، الان احنا شنو اللي تعلمناه؟ اللي تعلمناه الان تعلمنا ما هو معنى علم الثرموداينامك وما هي الظواهر التي يفسرها علم الثرموداينامك. اليوم احنا المحاضره مالتنا هي محاضره تعريفيه وبسيطه، لذلك الان احنا اللي جاي نصل الى ختام محاضرتنا لهذا اليوم. انتظرونا بالمحاضره القادمه، ولذلك الوقت دمتم في امان الله ومع الف سلامه.